ما الدروس المستفادة من السبت الحزين عند إسرائيل؟ أولا، الدروس المستفادة في الجانب الفلسطيني أو الجانب العربي حاجة اكتب عنها ما تشاء، لكن تعال للعدو. العدو تعلم ايه النهاردة؟ نتنياهو وأزياله تعلموا ايه؟ أنهم قوة بلا قوة، أنهم وهم. العالم كله رأى جنود إسرائيل يجرون أمام المقاومة، العالم كله. حق لنا أن نفرح إذا كان عندنا ندعة كرامة أن العرب لا زال فيهم رجال يكتبون التاريخ من جديد. إسرائيل المتغطرسة كما وصفها الرئيس السادات قطعت اليوم أزرعتها. هيبدأوا بقى طول الليل حاليا من الجو من فوق بعد ما فشلوا في الأرض يبدأ يدك غزة لكي يستشهد الليلة مئات المئات. فشلوا في حرب برية وحرب جوية وحرب بحرية مع الفلسطينيين، لكن الليلة هينجح انه يضرب من فوق لانه ما حدش هيعرف يوصل له. اثبتوا ان اسرائيل دولة وهمية تقوم على وهم وان نهايتها قريبة. هيا الله، هؤلاء الذين يحاربون اسرائيل ليسوا دولة، ده شباب صالح ما عندهمش ميزانية، ما عندهمش مصانع حربية، ما بيستوردوش من روسيا، ده حاجات كلها محلية، وبيواجهوا اسرائيل المسنودة من العالم كله. وانتصروا على اسرائيل، واصبح النهاردة يوم 7 اكتوبر يوم السبت الحزين عند اسرائيل، وتحزن اسرائيل التي لم ترحم اسرانا في 67 وداستهم بالدبابات وهم احياء.